في شك بحكم أيضا اتساع الخدمات البلدية، أنا أتوقع يكون في برامج وبروتوكولات ما بعد الكورونا، وأتوقع فيها شيء كان إيجابي، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو فيه الحقيقة برامج اتخذها القطاع البلدي بتوجهات الدولة عزها الله في الاحتياطات الاحترازية، وشهدت يعني لابد أن نواصل هذه المسيرة، وبرنامج البروتوكول الاحترازي المستقبلي يعني إلى أن تتضح الأمور وتتضح الرؤية. ولخدمات البلدية طبعا مسارات كثيرة، فيها مثلا قطاع خدمات كما يعلم الجميع الصحة، الصحة تحتاج إلى برامج مهيئة بشكل جيد، سواء على مستوى المطاعم، على مستوى الأسواق التجارية، يجب أن تكون مداخلها وطريقة الحساب وطريقة الزبائن، التعامل مع الزبائن، بروتوكول الدخول، احتياطات احترازية فيما يخص التعقيم وحركة والأشياء الأخرى. وأيضا بالنسبة للمطاعم لازم يكون في احتياطات، سواء بالمقاعد، الاحترازات على مستوى أيضا التعامل مع الزبائن والخدمات، وبهدف أن طبعا يعني الدولة عز الله أعطت حرية ومرونة في نشاط الأنشطة الاقتصادية أنها تتحرك مع الجائحة، ولكن بطريقة محسوبة وفيها احترازات عالية جدا، بحيث أنها المواطن يجد على الأقل مواقع مناسبة يذهب لها، سواء خدمات ترفيهية أو خدمات مطاعم. وأيضا أصحاب المؤسسات وأصحاب المطاعم جيد أنهم أيضا يحركون أنشطتهم الاقتصادية، ويكون عندهم على الأقل مسار جيد وقناة فعلا مناسبة أنهم يحركون أنشطتهم، بدل ما تكون يعني تأثيرها صعب جدا. إضافة طبعا إلى الخدمات الأخرى، كما يعلم الجميع أن القطاع البلدي مسؤول عن قطاعات كثيرة جدا، أسواق العامة، أسواق النفع العام، الخضار، وأيضا الأسواق بمفهومها كلها، والمحلات التجارية. فاليوم حنا طبعا ما في شك، أولا التحول الرقمي اللي تسعى له الأمانة، هذا الحقيقة صب في خدمة التوجه العام، والحمد لله يعني أنه أتى مفعول كبير جدا، في كنا مستعدين وجاهزين، بحيث أنه خففنا على المواطنين التعامل وعناء الحركة والقدوم، فكانت الخدمة من المنزل، اللي خدمات كثيرة جدا، منها بالذات الرخص المهنية ورخص المباني، وأيضا حوالي أكثر من 30 خدمة خاصة بالتخطيط، فرز الأراضي، فرز الصكوك، فهي كلها إن شاء الله خدمات وتحركت أسرع بحكم الجائحة، فكانت خدمة ولله الحمد يعني قدمت، وإن شاء الله نسعى أنها تكون متطورة أكثر وتحقق إن شاء الله طموح الجميع بما يخدم المواطن بشكل أسرع وأسهل، وإن شاء الله يستمر ما إلى ما بعد الجائحة. والله ما في شك، هو يعتبر عقد المواقف السيارات، هو يعتبر نقلة في مسار تحول المدن الذكية. يعني اليوم المواقف أولا قدم فيها أكثر من خيار فيما يخص طريقة الحساب، يعني عندها فيها 7 طرق لحساب المواقف، سواء باستخدام الجوال، بالبطاقة، برصيد، بأونلاين، يعني فأعطت مسارات جيدة وأساليب جيدة، إضافة إلى أن التعامل مع هذه المواقف تعامل ذكي، بحيث أنك تعرف المواقف المتاحة، تعرف الرقم المتاح، تعرف عددها بشكل أفضل، وأيضا ستعمل على أيضا تطوير المواقع اللي ستشهد هذه المواقف، لأنها تعتبر جزء من العقد، يشمل تطوير الأرصفة وتهيئة المواقف، وهذا ولله الحمد يعني يصب أيضا في صالح العملية الاستثمارية اللي تخص أمانة المنطقة الشرقية، بحيث أنه ينفذ مشروع يمكن لو حسبنا تكاليفه يتجاوز 250 مليون على حساب المقاول والمستثمر،
وهذه من الأشياء اللي يعني فعلا كان توجهات أنها تستفاد جزء من ترشيد الإنفاق وتحويله إلى العقود الاستثمارية في القطاع البلدي، وهذا ما نسعى له إن شاء الله، وما تسعى لتوجهات القطاع البلدي بشكل خاص وأيضا الدولة عز الله بشكل عام على مستوى جميع القطاعات. يجب أن ننظر لهذا المنظار وأن نعطيه أهمية كبرى ونوجد مخارج منطقية تضمن الاستمرارية وتضمن الديمومة لعلاقة المدينة وتطوير المدينة ببرامج لا تعتمد على فعلا ميزانية الدولة بشكل رئيسي جدا، يكون لنا مفاتيح أخرى وبرامج مستمرة إن شاء الله، وهو ديدن القطاع البلدي، وتوقع عندنا فرص كبيرة إن شاء الله في المستقبل. ما في شك احنا اولا ضد سحب السيارات، وسبق ان تعاملنا مع هذا الجانب لانه فعلا غير مقبول بمفهوم انه يعني يقدم لك شخص بعائلته ويرجع لاجل السيارات، هذا اليوم منع تماما، ولكن تمت الاستعاضة عن انه يكون مخالفة تنزل مربوطة مع اجهزة اخرى وانظمة اخرى بحيث انه تصل كل غرامة بس. هو كانت للاسف السابق ما كان في تواصل اني اضمن غرامتي واضمن حقي الا بالسحب، وهذا طبعا غير مقبول يعني من ناحيه من جميع النواحي، حتى في حق الشخص وخصوصيته. فاليوم الحمد لله يعني المسار الجديد الان هو والافضل ولله الحمد انه المقاول ياخذ حقه في حاله الغرامه بطرق تقنيه يعني، وهذا الحمد لله متوفر، وهذا ما سيتم ان شاء الله.